بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، عليه أفضل الصلوات أتم التسليم. كل عام وأنتم بخير، مبارك عليكم يا إخوان الشهر الكريم. الآن بوضح لكم عن ملاحظة في البطارية. لو مثلا أهملت الحقيقة، هذا أهملتها البطارية توصل، هذه يعني استخدمتها لين ما فرغت وما رجعت شحنتها وما استخدمتها كم شهر، فطبعا بتنشف السلات وهذه يعني مشكلة، لو ما انتبهت لها بتتلف عليك البطارية. طبعا في الحالة هذه زي ما انتم شايفين لايبو وبعدين بالانس، وهذه سعة البطارية واثنين سل البطاريات زي ما انتم شايفين بيعطيني عبارة كونكشن. صح، انا ماني شابك الكونكشن، الحين اشبك الكونكشن على اساس في اللايبو لازم تشحن وتحط الكونكت وتبين بيانات البطارية معك. معليش سامحونا، بنشحن بنصور بالجوال، ف يد ماسك الجوال والثانية في البيانات. الآن شبكت البيانات ونرجع من جديد عملية الشحن. زي ما شايفين كول ايرور فولتج انفيلد. فهذه طبعا لما تنشف عليك السلات تعطيك الرسالة هذه او نو باتري، أكثر من رسالة ممكن تعطيك هي، بس النقطة هي واحدة. فاللي بتسويه طبعا بهذا الخيار اللي عليه البطارية عملية الشحن اللايبو، فتغيرها إلى ميني باتري، ويفضل خليها 1.0 على أساس يديك شحن قوي و يعني ينعش لك السلات من جديد اللي نشفت. طبعا قبل ما اختار اضغط عملية الشحن افصل البيانات من جديد، ولازم تفصلها من هنا مو من القطعة هذه اللي ماسكة في نفس البطارية. طبعا بطارية شورتي اللي بيتركب لها قسمات من فوق زي ما تشايفين، ولكن هي الفكرة واحدة على كل البطاريات. تبدأ عملية الشحن، يبدأ يشحن معك زي ما تشايفين، الفولت منخفض إلى 5.26، فتخلي يشحن معك، هيقفل ارجع يشحن ثاني. خلي بالك أهم حاجة من البطارية ما تكون فيها حرارة أو شيء زي كده كحماية لك، لين ما توصل إلى الحد المطلوب، بعد كده ترجع تقدر تشحنها لايبو باتري من جديد. إن شاء الله ممكن تضبط النقطة هذه، ممكن لا سمح الله ما تضبط معك وخلاص البطارية تعتبر تالف، لكن المحاولة هذه لا بأس بها. وبعدين اشحنوا على تشارجر بالانس حتى يوازن لك السلات من جديد، وحياخذ وقت طويل جدا في عملية الشحن، لكن يرجع ينعش لك البطاريات ويوازنها من جديد. زي ما انتم شايفين ارتفع الفولت 6.17، فخلوه يعني خلوه يشحن معاكم لين ما يرتفع الى العيار المناسب للبطارية هذه توصل 7. عفوا زي ما انتم شايفين 7.4، فان شاء الله نحن نتوفق في عملية الشحن هذه ونعدلها من جديد. زي ما انتم شايفين الآن في عملية الشحن ارتفع الفولت، شايفين يا اخوان ارتفع الفولت الآن في عملية الشحن، فحنجرب الآن بإذن الله. نحولها الآن إلى لايبو باتري. لايبو هذا الرقم، وبعد كده نوصل السلك حق البيانات بطارية. بسم الله
هذا السلك شبكناه حق بيانات البطارية ونبدأ عملية الشحن بإذن الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. زي ما شايفين بدأ الشحن، شايفين ال ال الاختلاف بين السلات، شايفين الاختلاف. فطبعا لما تشحنها على تشارجر بالانس يبدأ يوازن لك السلين، لأن البطارية هذه طبعا سلين. وبالطريقة هذه الحمد لله يعني قدرنا يعني نشغل البطارية بدل ما تكون تالفة علينا. وطبعا السبب زي ما وضحت لكم يا اخوان، هذا اهمال لازم لما تستخدم الموديل يعني الى الاخير وتنطفي عليك البطارية او عفوا الموديل، فيعني ترجع تشحنه ما تخلي البطارية فارغة كم شهر بهذا الشكل، فطبعا تتلف عليك البطارية. لكن يعني المحاولة سويناها ميني باتري وبعد كده ترجع على لايبو بعد ما يرتفع معدل الفولت، فالحمد لله الآن فعلى عملية الشحن اللي هو طبعا شارجر بالانس يبدأ يوازن السلات، وهذه تاخذ وقت، لكن كده الآن الحمد لله يعني استفدت من البطارية. والله البطارية جديدة ما استخدمتها إلا كم مرة يعني، فحرام تتلف عليك بطارية. هي الرياضة زي ما انتم عارفين محتاجة لاهتمام، والحمد لله رجعنا نشغل البطارية. الله يعطيكم العافية، تحياتي أخوكم ياسر بجهمون.